أهلا بكم وحماكم الله من شر الإلحاد وأهله. ومعنى الإلحاد هو الميل عن طريق الحق والإيمان، فلما أقول ألحد الرجل ده معناه ترك الدين وهجر أحكامه. والخلاصة لده كله إن ملحد معناها لا ديني، لا يتبع أي دين سماوي. الإلحاد موجود من زمان، لكن في الفترة الحالية انتشر جدا في أوروبا وشرق أسيا. انتشار الإلحاد في أوروبا بيرجع لسببين رئيسيين. أول سبب هو فصل الدين عن أمور الحياة بشكل واضح جدا، وتاني سبب هو التفكك الأسري المنتشر في أوروبا. تلاقي العلاقة بين الأب والأبناء علاقة ضعيفة جدا. كل ده بشكل غير مباشر ساعد على انتشار الإسلام والإلحاد في أوروبا. وزي ما حضراتكم شايفين في الإنفوجراف ده ترتيب الديانات في العالم حاليا، وزي ما حضراتكم شايفين المسيحية في المركز الأول وبعدين الإسلام في المركز الثاني، لكن المركز الثالث هو المفاجأة، الملحدين في المركز الثالث. وبشر حضراتكم ان دراسات كتيرة بتقول ان الاسلام هو اكثر الاديان نموا، وان شاء الله على 2050 هيكون الاسلام هو اللي في المركز الاول بحمد الله. الحقيقة الالحاد مش خطر كبير على الوطن العربي في الوقت الحالي، لكن المشكلة الحقيقية هو الجهل بالاسلام، وعشان كده لازم كلنا نتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فضيلة الدكتور محمد الغزالي بيقول التدين المغشوش قد يكون انكى بالامم من الالحاد الصارخ. وحل التدين المغشوش مش هيكون غير بالمعرفة، انك تعرف وتعرف غيرك الحقيقة. الدين الاسلامي مش مجرد مجموعة من الفروض بنقوم بأداها كل يوم زي الصلاة والصوم والزكاة، لا، الدين الاسلامي اكبر من كده بكتير. قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واي واحد يقول لك ان الاسلام هو سبب التخلف قول له طلع لي اختراعاتك وفرجني عليها. علماء المسلمين هم أساس الحضارة الغربية في كل المجالات، ده كلامهم مش كلامي. الملحد بقى بيفكر بعقلية طفل عمره 3 سنوات عاوز يتعلم ميكانيكا السيارات، وكل معلوماته عن السيارات إن العربيات بتعمل بيب بيب. وأهم صفات الملحد إنه مدعي علم، علمه قليل جدا، متحدث بارع لبق، يعتمد على الفلسفة، يعتمد على جهل الآخرين. كل أسئلته من نوعية اثبت لي إن ربنا موجود، مين خلق ربنا؟ ليه ربنا بيعذبنا لما هو بيحبنا؟ وهكذا. وعلشان حضرتك تقدر تجاوب عليه وتفهمه لازم تعرف انه لا يجوز التفكير في الفاعل بعقلية المفعول، لان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق. كل فكر الملحد عامل زي البيت اللي على الرملة، شوية مية ممكن تضيعه، لان كل سبب لابد من وجود مسبب له، زي الموبايل والسيارة لابد من صانع، فلا يمكن لأي واحد انه يتخيل ان الموبايل او السيارة تم صناعتهم بالصدفة، وبالتالي لابد لهذا الكون العظيم من خالق هو الله بلا شك. وتاني حاجة ان الكون ده عبارة عن حاجة من اتنين، مادة او طاقة، وبتسري عليه مجموعة من القوانين في غاية الدقة والابداع. وعلى عكس فكر الملحد يستحيل تماما ان تنطبق هذه القوانين على الله سبحانه وتعالى، وإلا كان محدود بقوانين ولا يستطيع تجاوزها. فالقاعدة اللي احنا كلنا مؤمنين بيها ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء على الاطلاق. ولما يحس الملحد بالهزيمة بيتجه للاتجاه الاخر، يقول لك خلاص انا مؤمن برب الكون ولكني لا اؤمن بالكتب السماوية والرسل. تيجي هنا بقى فرصتك علشان تزنقه في خانة اليك وتقول له ان الكون ده كله بيخضع لقوانين علوم الكيمياء والاحياء والفيزياء، وطبعا قوانينهم حتمية لا يمكن ان تتغير. عندك مثال الطيران ليه قوانين خاصة بيه، والجاذبية ليها قوانين، والغليان والانصهار ليهم قوانينهم. حتى تركيب جزيء المية H2O لا يمكن أبدا أن يتغير، مش ممكن تلاقيه H2O2 ولا H3O. فأنت تقول لي أن الله عز وجل قد أبدع في هذا الكون بكل هذه النعم ثم تركه، فهذا عبث ومحال. وده أشبه ما يكون أن واحد يجي في صحراء كلها رمال ويبني قصر فيه كل وسائل الراحة من خدم وحشم ووسائل متعة وترفيه، وبعد كده يجيب شوية فئران وصراصير ويرميهم في القصر ويمشي. ده اللي انت بتقوله بالظبط. واخيرا دي قصة الامام الشافعي مع مجموعة من الملحدين، قالوا له اثبت لنا ان ربنا موجود. ذات يوم جاء بعض الناس الى الامام الشافعي ووقفوا على بابه ثم قالوا له يا شافعي اذكر لنا دليلا على وجود الله عز وجل. الدليل هو ورقة التوت. كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟ ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله
إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.